حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: النازحون والمغيبون والسجناء، الملف المغيب. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة عبر سكايب أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأستاذ ضياء الشمري، وبإمكان حضراتكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم لإبداء آرائكم والإجابة على تساؤلاتنا، وكذلك للمشاركة مع ضيفنا الكريم فيما لديكم من تعليقات وأسئلة أو تساؤلات بشأن الملف الذي نطرحه لحلقة هذا الأسبوع. يعد ملف السجناء والمغيبين وكذلك النازحين ملفا منسيا بالنسبة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، يصفه البعض بأنه ملف للتجارة السياسية التي تمارسها شخصيات وأحزاب في العملية السياسية لتحقيق مكاسب مادية أو انتخابية، إذ يعاني العراقيون بشكل عام وأهالي المحافظات المنكوبة بشكل خاص من التغييب القسري والاعتقالات الطائفية أو التي تتم بدوافع انتقامية، ومنها ما يتم بهدف التغيير الديموغرافي. تؤكد منظمات وهيئات دولية أن هناك الكثير من الفاسدين الذين حققوا مكاسب مالية ضخمة نتيجة ابتزاز ذوي المعتقلين أو المغيبين، أو عن طريق سرقة المخصصات المتعلقة بالنازحين وإعمار مناطقهم المدمرة. لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل أيضا إلى استغلال غياب القانون الرادع وضعف الدولة إلى ممارسة شتى أنواع المخالفات القانونية، من تعذيب للمعتقلين، إجبارهم على الاعتراف بالإكراه على تهم لم يرتكبوها، ثم سرقة مخصصاتهم من طعام ودواء، ثم إجبارهم على شراء المخدرات وتعاطيها وبيع أجهزة الهواتف النقالة لهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية بالإضافة إلى المتاجرة بهم. أما بالنسبة للمغيبين، فيؤكد رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي أن المغيبين يجب أن تتم تسميتهم بالمغدورين الذين فارقوا الحياة، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة عن الجهات التي قتلتهم ولماذا، وكيف علم رئيس الحكومة بهذه المعلومة؟ وإن كانت الحكومة على علم بمصير المغيبين، فلماذا لم تحاسب الجنات؟ إذا انتقلنا أيضا مشاهدينا الكرام إلى ملف النازحين، نجد أن العراقيين أبناء المحافظات المنكوبة لا يزالون يعانون من دمار محافظاتهم وغياب إعمارها وإهمالهم وسط ظروف قاسية يمرون بها، بالإضافة إلى منع بعضهم من العودة إلى مناطقهم دون سبب حقيقي مقنع. مشاهدينا، دعونا الآن نتابع الانفوغرافيك الآتي الذي يبين بعض الحقائق المتعلقة بالسجون والمعتقلات العراقية. Thank you.
تابعنا مشاهدينا الكرام جزءا بسيطا من الحقائق المؤلمة التي يعاني منها المعتقلون العراقيون داخل السجون الحكومية وكذلك السجون التابعة للميليشيات وتابعة لأحزاب وتابعة لعشائر. مشاهدينا نكرر التحية مرة أخرى للأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان معنا عبر سكايب، حياكم الله أستاذ ضياء. وعليكم السلام وتحياتي للجميع. أستاذ ضياء، بداية ما تعليقك على واقع السجون الحكومية العراقية؟ سنتطرق إلى السرية بعد قليل. يعني الأمر لا يخفى على المنظمات الحقوقية التي تشرف على هذه السجون وتأتي بتقارير حقيقة مخزية للسجون العراقية وحتى الحكومة العراقية، لأن هذه السجون الموجودة في العراق لا يعني سجون دون مستوى أي سجن في العالم. يعني حقيقة الأمر صعب جدا بالنسبة للسجناء. السجناء الموجودين يعني مرهون أمرهم حياتهم لحكام هذه المناطق. يعني مع الأسف أنه الحكومة العراقية لا تأتي بشيء جديد إلى المنظمات الحقوقية وتأتي بتعديل القوانين وبتعديل الحالة الاجتماعية الموجودة بالسجون، ولكن بالعكس يعني هذا الأمر من سنة إلى أخرى تزداد معاناة السجناء في هذه السجون. السجون في ناس كثيرين أو أعداد كبيرة من المحكومين أو غير المحكومين معتقلين بأشياء احترازية أو لأشياء أمنية، وهذا الأمر غريب لأنه لحد هذه اللحظة لا يمكن للحكومة العراقية أن تبين براءة هذا الشخص أو بتهمته الذي وجهت له هذه التهم كيدية أغلبها، ومسائل أخرى تدور في السجون لتطرق لها في هذا البرنامج إن شاء الله. طيب ما رأيك بتعاطي الحكومة أو تعاملها مع هذه التحذيرات الدولية من المنظمات التي تؤكد وجود انتهاكات وبالأدلة؟ حقيقة الحكومة العراقية دائما تطمئن المجتمع الدولي وتطمئن المنظمات الحقوقية بتعديل حالة السجون، وتصدر من آونة إلى أخرى برنامج خاص في السجون، ولكن هذه البرامج والتعديلات التي تقوم بها الحكومة هي غير كافية. المفروض هناك جهة أمنية، جهة مختصة بهذا الموضوع وهي وزارة العدل، هي المسؤولة عن السجون في كل العالم، وزارة العدل والمختصين بهذا الشأن، لأنه هذا الشأن شأن السجون وكثافة السجون والمعتقلين في مكان يعني صغير يعني جدا، وهذا المكان بها يعني مئات من السجناء في هذا المكان، بالإضافة إلى عدم العناية الصحية، بالإضافة إلى الأكل والمواد الغذائية. كثير من المسائل التي تتعلق بتعديل السجون، بتوسيع السجون، بإدارة السجون ليست بهذه الطريقة، ولكن الحكومة العراقية فقط توعد ولا تنفذ. طيب أستاذ ضياء، تحدثت عن وزارة العدل، وزير العدل خالد الشواني زار أحد السجون، تابعت حضرتك، اطلع على واقع السجناء، اطلع على قضية الإطعام، والنتيجة لا يوجد تغيير. هل هم جادون أصلا في قضية معالجة المشاكل الموجودة داخل السجون والمعتقلات؟ هذا الأمر غريب جدا. يعني المسؤولين العراقيين من ضمنهم أيضا البرلمانيين وحتى وزارة حقوق الإنسان بما يسمى وزارة حقوق الإنسان الموجودة في العراق تتابع هذا الأمر، ولكن ليست متابعة فقط زيارة وتنتهي حين الزيارة. يعني لا توجد ممارسات أخرى بتبديل هذه الحالة. الحالة تبقى مستمرة مثل ما كانت. يعني الموضوع يتعلق بإدارة الدولة، الموضوع هو يتحمل وزير العدل والمؤسسة وزير العدل، لأن هم هذول السجناء تابعين إليه إذا كانوا محكومين أو غير محكومين. طيب سأعود إلى حضرتك بعد قليل أستاذ ضياء، لكن الآن كما تعلم نستقبل اتصالات في حلقتنا في منبر الرافدين دائما، نأخذ مشاركات المتصلين الكرام. معنا السيد أبو أحمد من بغداد، تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونكم أخوي؟ الله يسلمك، تفضل يا أبو أحمد. أخوي نشكركم على هذا البرنامج اللي حتى العالم تفتهم السجناء شلون يعانون خطية. نعم. ووضعيتهم بس شو نسوي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوي أنا معتقل سابق كنت بالرصافات يعني. فترة الاعتقال مالتي طولت 5 سنين بس يعني جابوني فترة بالرصافات. نعم. فزامنت فيها أحداث البحرين. أحداث البحرين من صاروا دزلهم درع الجزيرة وما أعرف شنو، المهم يعني الموضوع مو يمنا هو طيب. مال البحرين. نعم. كانوا عندنا ويانا محبوسين جيش المهدي. الدائرة فتحت لهم البيبان طبعا. جوا على خيام مال سجناء. نعم. وحتى وفرت لهم هذا النفط او الغاز وحرقوا العالم لا بها ولا عليها. يعني حرقوا العالم لما يعني جيش المهدي. جيش المهدي؟ اي جيش المهدي طبعا هم مدنيين وتليفوناتهم بجيبهم، المدير نفسه ما يقدر يحكي وياهم. شلون عرفت انهم جيش المهدي يا ابو احمد؟ واحنا عايزين اخوي احنا عايزين واحد وهم الناس عايزينهم واحد. نعم. زين هذا على مرأة الدائرة طبعا المدير ابو شؤونها ابو ما اعرف شنو. ثاني يوم صادف طبعا هذه الحادثة صارت بالليل الخميس. طيب. ثاني يوم اجى الصبح شو اسمه فلاح الشمري وزير العدل كان بوقتها. طيب. واجى سليم الجبوري. واجى اجتماع الدوري. جو علينا دا يسألون شلون صار الحكي، طبعا ما حد يقدر يقول لهم واحد اثنين ثلاثة يسولف لهم بالتفاصيل. اي زين انا خاف لان اللي جرى على ذولاك يجرى علينا. نعم. اي عاد سكتنا. طيب ابو احمد باختصار اريد منك اجابة على سؤالي، انه خلال ال5 سنوات. نعم. اللي قضيتها في المعتقل كيف كان التعامل معكم بالنسبة للمعتقلين بالنسبة للسجانين ادارة السجن شلون تعاملت وياكم؟ أخوي العزيز حتى نكون واحد صريح باختصار لو سمحت. احنا اعتقلونا القوات الأمريكية مو هم اللي اعتقلونا. من اعتقلونا الأمريكان ماكو سؤال وجواب شلون تسأل تسألني. طيب. بعدين صارت الاتفاقية بال2009 تسلم السجناء للحكومة العراقية. طيب. سلمونا للحكومة العراقية ما قدروا يتدخلون بينا، يعني احنا لو بشوف انا الصور ما قدروا يتدخلون بينا لان هم كانوا موجودين. زين ما قدروا يعني. نعم. يسوون لنا شيء. تقصد بوجود الامريكان لم يستطيعوا ان يرتكبوا نفس الانتهاكات اللي دي يتعرضوا لها الان السجناء تحت اداره القوات الحكومات الحاليه. بالضبط. وبين قوسين خليني اقول لك اللي كان فيهم هم يعني اللي جابتهم هم القوات الامنيه العراقيه، هذول يعني مصيبه مصيبتهم. طيب. اما احنا جماعه نعم. كان شيلنا الامريكان ما حسوا لنا شيء. شكرا جزيلا. شلون؟ شكرا جزيلا سيد ابو احمد من بغداد. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام استطلاع راي اجريناه في الشارع العراقي. جئناكم باراء بعض المواطنين بشان قضيه السجون بشان قضيه الانتهاكات الحاصله في داخلها، نستمع ثم نعود. والله الحقيقة أنا يعني ما محتك قريب، بس يعني اللي نسمعه واللي أنه وضع السجون هو وضع مزري، بس حقيقة ما نقدر نقيم هالمسألة. المسألة مرتبطة بثقافة مجتمع وثقافة الأجهزة الأمنية. هاي أنه انتقال لمرحلة الديمقراطية أو حقوق تطبيق حقوق الإنسان ما أعتقد أنه تطبيق دقيق، يعني تحتاج وقت. أنا يراد لها مأسسة ثقافة أنه اعتراف الآخر واحترام حقوق الآخر واعتراف حقوق الإنسان، وبالنتيجة يفترض أن تكون سجون مو مثالية. يعني هي الفكرة أنه السجن إصلاح وليس انتقام من الشخص. إحنا نشوف الشرطي بالشارع، شرطي المرور بأبسط حالة، من تخالف يعتبرك متهم، ما يعتبرك أنه مخالف، فعاد كيف بالسجن؟ يعني أعتقد أنه هاي المسألة يحتاج لها وقت. والله هذا يعني قضية سياسية بحتة، يعني ما يحتاج لها تفكير عميق.
لا تزال ثقافة الإقصاء الآخر وعقدة الانتقام العقد هاي موجودة ما زايلة بالمجتمع، بالتأكيد تنعكس بالحكومة وبالرجال الأمن. حقيقة البرلمان كله مو مصدر ثقة حقيقة، برلماني بالشارع ما ممكن تحترمه ولا تعتبره مصدر ثقة، فما أعرف مدى دقة المسألة، بس هي كلها البنية خاطئة يعني. لا مو احنا ما نقول مهمل، بس هي كل حكومة تجي تبدي تعلن بمشروعها الانتخابي انه راح تحل كذا مشكلة كذا مشكلة كذا مشكلة، وتنغمس بالسياسة وتنسى الموضوع. يعني قضية القانون، فهم القانون، مساحة الآخر، احترام الآخر، هاي كلها قضية مركبة، لأنه رجل الأمن، رجل القانون هو ابن هالمجتمع هذا، هو ابن القانون ملزم ماكو يعني حقيقة، يعني قانون احترام القانون ما موجود بأبسط الناس يعني، مو بس رجال. مع ذلك نتأمل أنه العالم تغير، يعني لابد أنه يصير تغيير. السجون عديدة عمي، سجين مثل مال الإرهاب هذا لازم يحاكم، لأن هذا ضد الشعب تفهمني. وإذا مثل هسه حاليا قاعد تصير يعني تهم غير طبيعية بأنه هو ما متهم، فهم شلون؟ ما مسوي الجريمة هو نفسه، بس شنو ها يتهموه بتهيمة وذبوا جو. أكو ضمير ها، وأكو ماكو ضمير، تفهمي شغلة شلون؟ إذا ضميرك زين ها أبلياء تفكهم، وإذا ضميرك مو زين أبلياء ما تفكهم زين. وضمير الضباط الشرفاء، إذا شرفاء الأصول يطلعون الأبلياء، طينا فلوس دفاتر تطلع، ما عندك فلوس الفقير يندب بالنعال. ماكو حكومة عمي، وين أكو حكومة؟ متبين حكومة كانت سابقا الوزير ها يعين لكفاءته، هسه حشاك ما يعني يسوق سيارة أو طلي ما يقدر يعني شون يمشي، هاي يصير وزير زين ماكو شاي. اي هاي المخبر السري طوف فلوس فهم شون، او عداوه يا واحد دب جوا بعد انتهى مبعوث فهم شون، هاي المخبر السري. مشاهدينا الكرام اعود لحضراتكم مرة اخرى. استاذ ضياء، أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في مقابلة مع إحدى الصحف قال بأنه أكدنا لوزير العدل أكثر من مرة أن هناك معلومات وشهادات تؤكد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ووضع مزري في السجون، ومع هذا لا يوجد تحرك. لماذا لا يوجد تحرك حكومي؟ الحكومة العراقية إذا توجد حكومة عراقية يعني حقيقة متزنة أو تتبع القوانين والأعراف الدولية، هذا غير موجود بالحكومة العراقية إطلاقا. ولكن إذا على هذا السؤال يعني أنه الحكومة العراقية في الوقت الحاضر هي الحكومات المتعاقبة بغض النظر عن أي حكومة إجت لحد هذه اللحظة من بدايتها ولحد هذه اللحظة هي حكومات طائفية، والمسألة انتقامية. يعني ليست المسألة أنه هذا الشخص، لأن لا يوجد قانون، القانون هو بيد الدولة والدولة لا تحكم بالقانون. يعني كثير من المتحدثين يعني يتهمون الوزير والوزراء بعدم المعرفة، بعدم الاطلاع، بعدم المؤهلات الذي يحملها. هذه هي هذه الحق الموجودة في أستاذ، هل يمكن وضع الحكومة في تحت خانة الضعيفة أم المتواطئة فيما يتعلق بالانتهاكات داخل السجون؟ لا لا لا، تحت خانة العميلة تحت عميلة. خانة العميلة، وأتهمها بالعمالة لإيران ودول الجوار، هذه حقيقة. كلهم اللي أتوا إلى العراق وتعينوا إلى في العراق واستلموا مهام كبيرة ومسؤولين في الدولة العراقية هم أتوا على ظهر الدبابة الأمريكية. طيب. ومدعومين من إيران ومن ولاية الفقيه. هذه طيب. حقائق لا أستاذ يمكن. أستاذ ضياء، حقيقة الكلام اللي تحدث به أرشد الصالحي كلام خطير للغاية، ربما لا يخفى على حضراتكم، أنتم اختصاص في هذا المجال، لكن بالنهاية يجب أن يعلم المواطن ما الذي يدور داخل السجون. قال بأن هناك مافيات مدعومة
طبعا وصلت شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان من ذوي المعتقلين، وقامت لجنة حقوق الإنسان بزيارة عدد من السجون، وجدوا مافيات لها نفوذ مقسمة بين من تدخل المخدرات، بين من تبيع وتشتري السجناء وتبتزهم، بين من تقوم بإدخال الهواتف النقال. هذه الأمور كيف تمر مرور الكرام هكذا من تحت أقدام وزارة العدل؟ هذه التقارير تقارير دولية وتقارير من منظمات حقوقية دولية حكومية وغير الحكومية. بيع هاي بالأحداث أخي. يعني أنتم خير العارفين بالأحداث، سجن الأحداث يبيعون الأطفال من جهة إلى جهة، وهذه الميليشيات هي من تتولى هذه العملية. الحكومة العراقية ترى وتعلم جيدا بما يجري في السجون، ولكن لا تحرك ساكن. إذا يعني كيف هي حكومة وسلطة، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكل المؤسسات الموجودة بالدولة، حتى البرلمان العراقي. يعني حقيقة البرلمان العراقي مغيب، فقط يستلم رواتب، هم عايشين في أماكن أخرى وليست في بغداد أو ليست في العراق إطلاقا. يعني حقيقة هذه الأمور نعلم بها جيدا، ونعلم ماذا يحدث بالسجون، ونعمل أنه المقايضات التي تبدأ بين عوائل المسجونين ويقايضوهم بالمال، والمقايضة ليست بالمال وبأشياء أخرى. صحيح. عزيزي إحنا نعلم هذا، وتجارة المخدرات الموجودة في السجون منتشرة وبشكل تقريبا مثل العلني، لأنه المسؤول عن السجن هو واحد من هذه العصابات، ليست حكومة، عصابات تملك هذه الناس. مثل ما الميليشيات هي مجموعة من العصابات، وعينت هذه المجموعة وبوركت من قبل الجهات الدينية الموجودة في العراق. إذن هي ما لها علاقة بالمجتمع العراقي، هي هذه مجموعة إرهابية استولت على الحكم في العراق، ولحد الآن هو هذه الوضعية الموجودة من رئيس الوزراء وإلى أصغر موظف موجود فيها. نعم أستاذ ضياء، الكلام اللي حضرتك تفضلت به هو يؤكد حقيقة موجودة. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام الحقيقة التي تأتي من سجون العراق، تحديدا من سجن التاجي، المقطع اللي تم تداوله بشكل كبير عن شكوى السجناء من استمرار السجانين بارتكاب انتهاكات ضدهم، إجبارهم على شراء المخدرات، معاناة مستمرة لسجناء عراقيين. نشوف هذا المقطع من سجن التاجي ثم نعود. عباس عليكم ابو فاضل، هذه البيش تليفون بالتاجي احمد حسن، نجيب لنا ما عدنا بس خلينا قاعدين اليوم التليفون اللي علينا مليون الكريستال بهالصاب احمد حسن. الله اكبر الله اكبر خبرنا احمد حسين اولا يوفي احمد حسين قاف ثلاثة المعاون عوفنا الله لا يوفقك. مشاهدينا نستقبل ابو عبد الله سريعا. ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز، انت تقول وزاره العدل، يا وزاره عدل هي؟ وين ظلت وزاره عدل؟ وزاره عدل نقولها فايق زيدان تابع لايران. هذول مو مسؤولين، انت من تقول مسؤولين ونقول برلمان ونقول ونقول. هذول موظفين هذا توصيفهم اللي تعترف به الامم المتحده ودول العالم، احنا شنو نريد نقول؟ نعلة الله على الامم المتحده ونعلة الله على العالم اللي اعترف بها.
هاي الأمم المتحدة هي الأمم المتحدة دمرت العراق ودمرت العراق. مثل يوم قالت ماكو قبل الاحتلال سلاح مال دمار شامل، وين سلاح الدمار الشامل؟ نعم. وين راح سلاح دمار شامل؟ طيب. يلا خلينا نروح نحاسب إيران لأن هو شريك ويا إيران أبو الأمم المتحدة. حيقدر يحاسب إيران. هاي العملات العتنباق وتطلع إيران العملة الدولار. طيب حتى يعني حتى بس لنتوسع عن نطلع عن الفكرة، خلينا داخل السجون وانتهاكات حقوق الإنسان. اليوم السجين شفت استمعت إلى هذه المناشدات، اليوم السجين يناشد حتى ما يشتري مخدرات، تخيل يعني إلى هاي المرحلة وصل حال السجناء. أستاذ العزيز هي المخدرات اللي حطوا من برا الحدود، من العجيبها مخواني وأنت عجيبها ناس أجندة ماكو مسنودة من ميليشيات ومسنودة من 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 من, من ناس كبار. وأنت تقول أزال المساجين ترى أكثر المساجين أهلهم ما يراجعوهم. لان قاموا يتقايضون مو بس بفلوس، يعني المره قامت تتقايض على عرضها يا استاذ العزيز. نعم. وين اكو هذا باي عرف واي دوله واي شرع واي اسلام؟ طيب. هذا اللي يحكم به بالاسلام. نعم ابو عبد الله نشكر يعني حضرتك اعتذر منك طبعا لان الوقت ضيق، شكرا جزيلا. وصلت الفكره. استاذ ضياء استمعت حضرتك الى هذه المناشدات والاستغاثات من داخل سجن التاجي، اصبحت امنيه السجين ان يقضي محكوميته بسلام، مو يطلع براءه، يريد بس يكف السجان الأذى وبيع المخدرات وهذه الانتهاكات. حقيقة السجين هو سجين وأسير عنده، هذا إحنا دا نجي نحللها وانتهاكات لحقوق الإنسان الذي تحدث بالعراق وعواقب هذه الانتهاكات بطيلة هذه الفترة. نحن نعلم أنه هذه السجين إذا يطلع متعاطي مخدرات أو يتعامل مع الناس مثل ما تعاملوا معاه في السجون، إذا هنالك عملية سياسية، برنامج سياسي معين لتدمير المجتمع العراقي. وهذا الشيء اللي احنا قاعد ننبه عليه، والحكومة العراقية لها الجهة الكبرى التي تتحمل المسؤولية، لأن لا توجد سلطة أعلى من الحكومة العراقية. لا توجد سلطة أعلى من رئيس الوزراء. يعني حقيقة البرنامج لتهديم لتفليش المجتمع العراقي يبدأ بهذه الطريقة، دخول المخدرات عن طريق الحدود الموجودة، وإحنا نعلم من أي جهة قاعد تدخل هذه المخدرات. إذن هذه المخدرات أيضا لها برنامج سياسي لتدمير المجتمع العراقي. نحن نعرف أن المجتمع العراقي مجتمع محافظ ولا كان يعرف المخدرات إطلاقا، ولكن بالآونة الأخيرة نرى الشباب والشابات يتداولون. أخي المشكلة حتى في المدارس. نعم. يتداولون هذه في مدارس البنات. وهذه مشكلة طامة كبرى إذا ما ينتبه. نعم. إذا ما تنتبه عليها الحكومة العراقية أنا متبرئ من عندها، يعني لا توجد حكومة، بس على الشعب وعلى أبناء الشعب أن ينتبهوا لهذه الحالة، لأنه تدمير العائلة معناتها تدمير المجتمع. التفسخ. نعم. الذي حصل في الآونة الأخيرة في العراق لا يوجد شبيه له بالعالم كله. نعم. في الوقت الحاضر حقيقة يعني احنا قاعد نشوف ونعلم وندرس ماذا يحدث بهذه التفتيت الاجتماعي الموجود، وهذه اللحمة الاجتماعية التي كانت قبل متماسكة. نعم. ستفسخ جزء عن جزء، ولهذه المشكلة احنا نحذر العوائل العراقية، لأن الحكومة العراقية هي مشاركة بهذه الجريمة. طيب. كل المسؤولين وكل الوزراء وكل ما هو مسمى بالأحزاب الذي تحكم العراق هي مشاركة بهذه الجريمة، مشاركة بجريمة تهريب المخدرات ومشاركة بالانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون وخارج السجون وحتى في التعيينات. نعم. أستاذ ضياء، أرشد الصالح يقول بعد زيارة السجون اكتشفنا أن هناك قاعات VIP. هذه القاعات يدفع المعتقل فيها مبلغ 300,000 دينار عراقي شهريا للحصول على متطلبات الراحة ومستلزماتها أساسية. هناك مافيات وهناك مافيات وعصابات الآن تكنز الذهب من وراء السجون، وأحزاب عاشت على هذه وبنت إمبراطوريات من وراء الأموال العائدة من السجون. هل يمكن أن تفرط بهذه الامتيازات بكل سهولة لصالح تقويم الوضع من قبل الحكومة؟ حقيقة هاي الأشخاص الذي في السجون الذين يعاملون معاملة خاصة
من قبل السجن أو من قبل الحكومة العراقية ليست فقط المتمكن ماديا وإنما المتمكن سياسيا في هذه الأجهزة. نحن نعلم هنالك قضايا على سياسيين أو حزبيين موجودين بهذه الأحزاب الطائفية يدخلون إلى السجن لفترة معينة لأنه للضجة العالمية الضجة الإعلامية يدخلوه بالسجن. من يدخلوه بالسجن هو مثل ما ساكن يعني في فندق درجة أولى. هذه المشكلة موجودة. والمشكلة الثانية إذا يدخل إنسان متمكن ماديا يبتزوه ويعطوه مكانات ويعطوه كل ما يتوفر له من وسائل الراحة لقضاء سنة ولا سنتين في هذا السجن. حقيقة هذه الأمور نعلمها جيدا وهي الحكومة العراقية تعلم ووزير العدل يعلم والحكام تعلم. يعني ليست هذا الأمر غريب، يعني مش غريب على الناس الموجودين الذين يحكمون والذين يرون هذا السجون. يعني بارك الله بي واحد من أعضاء البرلمان نقل لنا بس هذه الحالة موجودة ونحن نعلم بها. أريد حالات لا نعلم بها. نحن نعلم ببيع الأشخاص، نحن نعلم بالتجارة، نحن نعلم بمقايضة العوائل السجناء بأشياء أخرى. صحيح. احنا نعلم بهذا الشيء، خليتونا بأشياء أخرى احنا لن نعلم بها. أستاذ ضياء، السؤال هو هل تستطيع هذه الدولة إن كانت جادة في قضية محاربة الفساد داخل السجون أن تجابه حيتان الفساد والمافيات التي تأسست طيلة سنوات هدفها الوحيد جني الأموال من هذه السجون؟ هل تستطيع الدولة الوقوف بوجه هؤلاء؟ الدولة عندها كل الإمكانية للوقوف بوجه هؤلاء، لأن هؤلاء هم عصابات، والعصابات هم عدد محدود من شرائح المجتمع العراقي، ليست كل المجتمع العراقي. إذا الحكومة العراقية إذا كانت عندها سلطة، وهذه السلطة وجيش وعلم وطائرات وحمايات ويعني ودبابات ودروع، لا يمكن أن تنظف السجون من هؤلاء المجرمين. شكو عندها جاية تحكم؟ نعم. طيب أتي لحضرتك إلى نقطة مهمة للغاية وهي قضية ملف إطعام السجناء. طبعا تقرير تلفزيوني وأيضا على لسان إحدى النائبات البرلمانيات أكدوا أن هيئة الحج والعمرة مسؤولة عن ملف إطعام السجناء في كافة السجون التابعة للحكومة المركزية ما عدا سجون كردستان. شركة اسمها شركة الميقات هي اللي لازمة السجون وهي المسؤولة عن ملف الإطعام. يقول أحد النواب اللي هو عن محافظة السليمانية، منهم طبعا النائب أيضا مصطفى سند أيضا في البرلمان، يقولون بأنه قيمة الطعام للوجبة الواحدة أو للثلاث وجبات عفوا لا تتجاوز 5000 دينار، في حين أن العقد المبرم مع الشركة هو يقضي بدفع مبلغ 11,000 دينار عراقي لثلاث وجبات. يعني بالمحصلة وبالمختصر 5 مليون دولار وشوية شهريا تذهب إلى جيوب هذه الشركة. أولا، ما دخل هيئة الحج والعمرة بإطعام السجناء؟ هاي اتفاقيات سياسية. لو نجحنا نبحث من هي هذه الشركة ومن ملتزمين هذه الشركة راح نعرف شنو السبب وين هو الخلل. يعني الشركة هي تابعة للأحزاب السياسية الموجودة متقاسمين هذه بينهم. احنا ما نبرأ أحد مهما يكون، ما نبرأ أحد. تبرئة شخص حينما يدعي هذا الشخص ونطرح عليه ما هو موجود، وبعدين من نكتشف الحقيقة نبرأ هذا الشخص. نعم. يعني كثير حالات تجد من مؤسسات دينية لغلق كثير من مصالح الشعب العراقي، من مصانع من 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 من, من يستفاد من عندها الشعب العراقي لمصلحة أشخاص معينين موجودين في هذه المؤسسة الدينية. يعني بغض النظر، يعني حقيقة هذا الأمر موجود. شو علاقة هاي السجناء؟ المفروض عقود تصير بين السجناء، بين السجن وبين شركات تقوم بتغذية هذه الناس. ولكن هذه الحكومة العراقية يعني حقيقة بريئة من كل التبريعات. لا يمكن أن نبرئ الحكومة بالجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان من بداية حكمها لحد هذه اللحظة.
وحتى الأمريكان هم كانوا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ويعلمون بانتهاكات حقوق الإنسان حينما كانوا يحكمون العراق ويتغاضون عنها. نعم أستاذ ضياء، خلونا مع المشاهدين الكرام نتابع أيضا الاستطلاع الآخر الذي أجريناه من الشارع العراقي بشأن قضية السجون والانتهاكات الحاصلة فيها، ثم نعود. إن هناك خلل ما، وأنه أعتقد هو جزء من الوضع العام، يعني هناك فساد عام في كل دوائر الدولة، فطبعا مسألة السجون ما تكون بعيدة عن هذا الموضوع، وبالتالي يعني ما أتوقع أنه هناك يعني خلل ما على الأقل في موضوع يعني تعاقدات مال إطعام المساجين، وهذه مسألة أنه دخول مثلا الممنوعات أو المخدرات أو الحبوب هذه موجودة قديما حتى في زمن، لأن هو حقيقة مجتمع غير سوي، وبالتالي لا تتوقع أنه مثلا يعني يكونون ملائكة أو شيء في هذا، ولكنه المشكلة يعني في كيفية حل هذا الموضوع من خلال يعني وسائل الرقابة اللي تمارسها الدولة، يعني من خلال يعني هيئة النزاهة أو منظمات المجتمع المدني أو منظمات حقوق الإنسان، ممكن يشكل وسائل ضغط لمعالجة هذا النوع من القصور. والله هذه مسألة يعني احنا ما نقول كلام يعني أبيض أو أسود، يعني انت كيف تحدد انه هذا يعني بريء وهذا مجرم؟ يعني هناك يعني المفروض اكو وقائع من خلال مثلا من خلال الأدلة اللي ثبتت عليه، أما الحديث عن مثلا حصول على احترافات بالإكراه حقيقة هذا موجود يعني من زمان، وبالتالي يعني هذا موضوع شائك يعني يحتاج إلى يعني تدقيق وتمحيص، يعني ما تقدر تقول رأسا هذا بريء أو هذا مجرم إلا بناء على يعني وقائع محددة، مثلا الاطلاع على الملف أو مثلا المحاكمة هل إنها جرت يعني وفق الأصول القانونية، إنه منح المتهم يعني ضمانات كافية للدفاع عن نفسه، ويعني بهالطريقة ممكن أنت، وهذا أعتقد يتم من خلال يعني لجان قضائية متخصصة لتدقيق ملفات يعني السجناء فيما إذا كان هناك يعني شخص بريء ودين، وهذه ممكن انه توصل الى نتيجه معينه في هذا الشان. والله هذا القول على يعني التقارير يعني اكيد هم يعني جهات رقابيه، وبالتالي ممكن يوصلون الى هذه الاماكن، ويعني ما جاء هذا الكلام من فراغ، يعني هذا شخص مسؤول، وعندما يقول هذا الكلام اكيد لديه ادله ولديه مستندات ولديه انطباعات واضحه عن هذا الموضوع. والله وضع السجون بالعراق حالها حال اي شيء يعني موجود عندنا بالبلد، مو زين اكيد، لانه الاهالي من يروحون يزورون اقاربهم وسجنائهم الموجودين بالسجون يعني دا يتشكون من الاشياء اللي تصير هناك، لا اكلهم مثل الاوادم، لا مساكنهم فراشهم يعني غطاهم مثل الاوادم، يعني والاوضاع هي كل شيء بيها هناك مو زين، يعني هاي اكيد هم بيها ملف فساد، لانه انت الحكومه من تطلع مجرم من السجن يعني غير المجرم اللي جاي يعني مطلعه، غير منطي فلوس ولا مجرم هذا قاتل يطلع، والبريء يظل البريء اللي ما عنده ظهر وما عنده سند يظل نايم بالسجون، فيعني حاله حال اي شيء بالبلد، فاكيد بيها فساد همين لان هم بيها فلوس. العراق كله حكمه مافيات، بغت على السجون احنا كل شيء بينا اي شيء، يعني الكل اللي يحكمنا كلهم مافيات، يعني إذا بالسجون يعني مو غريب هذا الشيء. والله يعني هي واحدة من الاثنين، لو يعني عاطفين على السجناء اللي مدى يوصلهم أكل ومن باب الإنسانية، لو حالة حال البقية اللي حكيناها أنه هذا هم بيه ملف فساد وبيها بوقع يعني. عود إليكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. أستاذ ضياء، الآن ننتقل سريعا إلى ملف المغيبين، ليس ببعيد عن ملف المعتقلين. محمد الحلبوسي قال خلونا نغير تسميتهم إلى المغدورين الذين فارقوا الحياة. عندما تصل هذه المعلومة إلى الحكومة، إلى السلطة التشريعية، معناها السلطة التنفيذية أيضا على علم والقضائية كذلك، طيب كيف يمر هذا الموضوع بصمت؟ لا الجنات تم القبض عليهم ومحاسبتهم،
لا معرفة منهم أصلا، ولا لماذا تمت تصفية هذا العدد الكبير من المغيبين؟ وإحنا نسأل الأستاذ الحلبوسي ورئيس البرلمان وهو مسؤول على هذه البرلمان، وهو يعلم بهذا الموضوع ويطلع ويصرح وبكل جرأة وبدون خوف أنه ننسى هذا الموضوع واعتبروهم ناس يعني خلص نقرأ لهم الفاتحة مثل ما يقول يعني. يعني حقيقة أنا أستغرب من هيك مسؤول عراقي يصرح بهذا التصريح. هذا يعني هل عنده مسؤولية؟ هل يحمل ذمة؟ هل عنده ضمير أنه يكلم أهالي الضحايا الموجودين بهذه الصيغة وبهذه البساطة؟ انسوا الموضوع، والكاظم قال انسوا الموضوع، اعتبروهم يعني موضوع منسي. يعني شو يعني؟ يعني انتم قاعد نتحدث على آلاف مؤلفة من الشعب العراقي، 17,000 مغيب، ليس واحد واثنين وعشرة. يعني انتم قاعد تتكلمون بهذه الصيغة، يعني بهذه السذاجة، وكأنما يعني شو من هم ذول المتوفين؟ ذول عندهم عوائل، عندهم أهل، عندهم أقارب. شو يقولون عليهم الأذرع الإعلامية للأحزاب؟ يقولون ذولا إرهابيين. شنو مغيبين؟ مغيبين صدعتونا بالمغيبين، ذولا إرهابيين. هكذا هي نظرة يعني الأحزاب. يعني مع الأسف إذا الإعلاميين يتكلمون بهذه الصيغة، وهم قاعد يقتلون الإعلاميين يعني أمام أنظرنا. يعني الإعلامي هم كان يعني واحد إرهابي اللي قاعد يصور أحداث إذا كانت في ساحات العراق اللي يطلعون بها يتظاهرون وقاعد يقتلوه أو من يوصل البيت. طبعا من يتحدث أستاذ ضياء، أنت تعلم من يتحدث هو يمثل ويعكس وجهة نظر الحزب الذي دفع به إلى الشاشة. لا، هذا يحمل وجهة نظر المجموعة الإجرامية الذي ينتمي لها. نعم. دولة ليست رأي، ليست أصحاب رأي، دولة ناس مجرمين وقتلة، لازم نعرف هذا الشيء. الأحزاب السياسية التي تحكم العراق بالوقت الحاضر هي مشاركة بالعملية الإجرامية وبانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الشعب العراقي. يعني هذا ليس غريب علينا من يطلع واحد ويتكلم بهذا الموضوع. إذا كان عضو برلمان وإذا كان رئيس البرلمان يتكلم بهذا، رئيس البرلمان أيضا عنده مجموعة سياسية. طيب. اللي خلتها يفوز بهذه الانتخابات. هذه المجموعة السياسية إذا مشاركة بالعملية الإجرامية والانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، إحنا ما نبرأ أحد. الذي يبرأ نفسه هو بنفسه. أستاذ ضياء، الآن نأتي إلى جزئية تتعلق بالنازحين أبناء المحافظات المنكوبة. كثير منهم لا يزال في العراء في الظروف القاسية، وبنفس الوقت إحنا دنشوف طبعا هي أمور تحزن بعض العراقيين لما يشوفون أنه خيرات بلدهم تذهب إلى الآخرين. اللي صار بقضية الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا، ذهبت قوافل ما تسمى بهيئة الحشد الشعبي، ذهبت إلى دمشق، إلى أحضان بشار الأسد، إلى أحضان الذي قتل شعبه ودمر بلده، على تحت عنوان مساعدات إلى المتضررين من الزلزال. في حين أبناء المحافظات المنكوبة من العراق يتمنون خيمة، يتمنون بطانية، يتمنون صوبة في هذا البرد القارس. هذا النفاق بالتعامل مع ملف حقوق الإنسان أو الإنسانية، شلون تشوفه بالعراق؟ حقيقة هذا الأمر إلى عدة أجنحة. يعني بالتأكيد أستاذ محمد، أنت سمعت والمقابلات اللي نزلت باليوتيوب مع المسؤولين اللي أقاموا بتجهيز المناطق المنكوبة في سوريا، وسمعت الحديث مالهم كيف يتحدثون وباستهزاء على الناس الميتين الموجودين هناك، وابتسامة يعني ابتسامة يعني واضحة على وجوههم، كيف يعني دولة ليست هم دخلت هذه المساعدات فقط لكون الإعلام يعني إعلاميا دخلت، وبعدين مناصرة مثل ما قلت هاي حكومة بشار الأسد الذي تقمع شعبها. هذه الحكومة هي مشابهة إلى الحكومة العراقية، ليست مشابهة. هذه الحكومة ليست حكومة السوريين، وإنما حكومة ولاية الفقيه، وبالعراق أيضا ولاية الفقيه. إذن يعني المشكلة متقاربة. ناس مجرمين راحوا إلى ناس مجرمين يساعدوهم، وهي ليست مساعدة للناس الضحايا بالحقيقة. لا راحوا للضحايا، وإنما راحت لجهات أخرى. المعايير والإزدواجية أنه الشعب العراقي يحتاج إلى هذه المساعدات. هذه المساعدات تحدثنا فيها
في الحلقات السابقة أنه هنالك برنامج سياسي اجتماعي من ولاية الفقيه بتبديل الديموغرافي في المناطق العراقية أكملة في جنوب العراق وشمال العراق وفي الموصل والمناطق المحايدة لإيران هذه العملية، وحتى جرف الصخر يعني لكون مقاربة إلى العتبات المقدسة. لهذا السبب هذا التبديل الديموغرافي لو واحد يجي يخلي الخريطة أمامه ويشوف شنو السبب اللي قاعد يصير، هذا الخلل هنا اللي قاعد يصير اذا هو التبديل الديموغرافي الذي تعتمد الحكومه العراقيه بالتوجيهات من الحكومه الايرانيه بتنفيذ هذا البرنامج. ونفس الشكل الذي يحدث في سوريا، سوريا ايضا هنالك تبديل ديموغرافي موجود في المناطق القريبه من السيده زينب. هذه التبديل الديموغرافي هو متقصد به من قبل الجهات الإيرانية لأنه تريد تحدث خلل في هذا المجتمع الذي كان متكامل إذا كان في العراق وإذا كان في سوريا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام بس حتى نكون واضحين بجزئية تتعلق بالمساعدات اللي ذهبت إلى سوريا، العراقيين قاموا ب إرسال مساعدات باجتهاد شخصي بجهود ذاتية بعيدا عن الحكومة بعيدا عن هذه الأموال، لا اللي عنده مال من جيبه الخاص طلعه وشكلوا قوافل أرسلت إلى الشمال السوري من أجل إغاثة إخوانهم السوريين المنكوبين جراء الزلزال، وإلى تركيا كذلك وصلت مساعدات. لكن عندما تذهب قوافل ميليشيات الحشد بأموال العراقيين إلى أحضان بشار، هنا نقف وهنا نتساءل، هذا المعيار وهذا النفاق بالتعامل مع التعامل الإنساني؟ لماذا مع بشار تتعاملون بإنسانية وترسلون أموال العراق ومعداتكم، ولماذا أبناء العراق المنكوبين في المحافظات المنكوبة لا يزالون في العراء؟ هذه هي النقطة التي نتحدث بها. وبهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.